كلنا بندور على الوان كتيره في المانيكير المط وما بنلاقيهاش غالبا، او بيبقى عندنا الوان كتير بس في الجلوسي او ما بتبقاش مط وبنبقى عايزين نغيرها. طيب ايه رايكم لو معجون الاسنان حللنا المشكله دي؟ تعالوا نشوف ازاي. الاول هنحط المانيكير عادي، هنسيبه ينشف الاول قبل ما نحط المعجون عليه. بعد ما سيبناها نشفت هنجيب المعجون ونحطه عليها. اهم حاجه انك لما تحطيه هتشيليه على طول، ما تسيبيهوش ينشف. وبكده هيكون ده شكلها في الاخر بعد لما خلصت. تاني حاجه بقى، لو الاسيتون بتاعك خلص وانتي مستعجله وعايزه تشيلي مانيكير بسرعه او ما عندكيش وقت تجيبي اسيتون تاني، تقدري تستخدمي كذا طريقه اسهلها وابسطها البرفيوم. اي برفيوم عندك ممكن تستبدلي بيه الاسيتون.